الدرس ديالنا اليوم هو المخيمرات مورقين ملونين. شوف كي دايرين، كيجيو بحال الرزيزه وكيجيو ما كيكونش فيهم ليدام، ما كيكونوش ميدومين، وسهلين. تحضروا فوق توجيز انتما على تابعوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا التفاصيل وتشوفوا طريقه التحضير. على هذا المخامر او هذا الملاوي مخامر غادي نحتاجوا 350 غرام ديال الدقيق الفورس، 150 غرام ديال الدقيق الفينو، معلقه كبيره ديال الحليب المجفف، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، ومعلقه صغيره ديال الملح. الماء الكافي اللي غادي يقد لينا العجين، حيت العجين خصها تكون شاده راسها، ما تكونش مرخوفه بزاف. انا كنعجن في العجانه، ممكن نتوما تعجنوا بيديكم، غير هو كتبدا تعجن وكتشربوا الماء حتى كيشد داك القوام، وكذلك تولي العجين مطاطيه ومخدومه بزاف. كيف كنقول لكم انا ديما في المسمن كنبغي العجينه تكون مخدومه مزيان حتى كتكون مطاطيه. انتوما العجينه شو كي دايره، انتوما مخدومه مزيان، معجونه مزيان. انا غطيتها بالسلوفان، غادي نخليها 10 دقائق ترتاح، عاد غادي نرجع نقطعها ونشكل فيها كويرات. من بعد ما ارتاحت العجينه انتوما شفتوا طلعت خمرات، غادي نشكل فيها دابا كويره. عندي هنا زيت المائده، الزبده دايبه، وشويه ديال الفين. بسم الله، القياس ديال الكويرات كيبقى لكم الاختيار. الا لاحظتوا انا العجينه ديالي ما دايرهش فيها السكر، كنبغيها تحمر على خاطرها. الا درت السكر او العسل دغيا كتحمر وكنلقاها باقي ما طابتش مزيان. من الاحسن خليوها طيب على خاطرها، ماشي ضروري السكر او العسل. انا درتهم شويه كبار. من بعد ما كورتهم دهنتهم شويه ديال الزيت وغطيتهم بالسلوفان باش نخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق ونرجع لكم. العجين ارتاحت، واخا انا خليتها شويه كان مشغوله. بسم الله، الطبله كندهنها بالزيت حيت الزبده كتبدا تجمد. بسم الله، ومن فوق ندهنوا بالزبده. ثم ملي كترتاح العجينه وكتكون مخدومه مزيان كتعطينا الطوع مزيان. نحاول نسرحوها مرقاق، كنهز الدقيق ديال الفينو كنرشو وكان تنيه الاولى لهنا. انتما غادي نقرب لكم، ديما كنرش بالفينو، نعاود نتني تنيه اخرى. نعاود نتني، خليها ترتاح ونهز عجينه اخرى. بنفس الطريقة كندهن لاب بالزيت وكندهن العجينة بالزبدة. نرش بالفينو، ندو اثنين من هنا من الفوق ولا من تحت كيف خلينا الاختيار. ونتنيوها بهاد الطريقة كاملة. نحط القطعة ديالي حتى هي نخليها ترتاح. سرحت
كلشي وتنيتهم وخليتهم هكا طوال. علاش؟ باش كيترخاو ليا هانتوما دابا تاني كتعاود ترخى وكنقدر نعاود نسرحو بالطول وكندلويه بهاد الطريقة ندورو. نقدر نزيد ليه شوية ديال الفينو وكنبدا نسرحو تاني. كيجي مورق بهاد الطريقة، مورق زوين. كنعاود نسرح عطي راه كيطوال وكنعاود نبرم من هنا. نزيد ليه شوية الفينو أنا كنلويه وكنبدا نسرح. وليني هاد الاخر ديالو كنسرحو بهاد الطريقة وندخل واحد القنت من هاد الجهة والقنت الاخر من الجهة الاخرى. صافي ونخليها نحطها هانتوما، نحطها ترتاح تاني. وفي نفس الوقت راه كنطيب الخبز ديال العيد. كملوا لي هذاك اللي وصل لي عجنت كلاه وعجنت تاني كمية أخرى. هاتي الشوج ماشي الخبز، ولكن ماشي اقتصادي، ماشي اقتصادي كيتكلم. شتو شحال كيطوال، شحال كطوال العجينة. الخير ضروري نديرو الساروت. هانتوما خصهم يترخاو، هادوك اللي سرحت الوليد هانتوما شتو ترخات شوية، ولكن مازال خاصها ترخى واحد شوية على الأقل واحد خمسة دقايق أو أكثر. المهم نخليهم حتى يعطيو لنا الطول. من بعد ما ترخات لينا العجينة أو المخمر ديالنا خصنا نعاودو نسرحوهم شوية ديال الزيت. دابا نبسطوهم غادي يعطونا دابا الطوع حيت ترخاو. ما كنكرصوهمش بزاف، ما كنديرهمش رقاق، كنخليهم شي شويه واقفين حيت هادو راه مخيمرات مورقين، مخيمرات ملويين. ما نخليهمش انا يغلط بزاف، ما يطيبوش لينا من الداخل. هانتوما تشوفوا السمك غادي نعاود نكر، هادي باقي غليظة ليا. هانتوما دابا هاد السمك هدا مزيان، هاد السمك هدا دابا مزيان، شتو؟ نحطهم دابا في مقلة سخونة، مقلة سخونة ومدهونة. هانتوما شوف على اللون، العافية ما تكونش مجهدة بزاف، تكون متوسطة. هادي يلا حطيتها، هادي بركة عليها. ضروري كندهن بشوية الزيت. نخليو العافية ناقصة. كيف كنخرجو من كيف كنحيدو من المقلة خصنا نديرو ليهم هكا باش نشوفو الطرق ديالهم. شوفو كي دايرين، شو كي دايرة، دايرة بحال شي رزيزة. عرفتيني بالنسبة للعود تانية مادام هذا مخمر مورلق، عرفتي كي جا؟ قلتي عمري واحد صايمين. اي راه كان يجي دوم كل يوم شفتو دابا صايمين عرفة خصكم. واش غادي واش غادي ناكل هذا ولا ناكل ذاك الخبز اللي داير بحال الشفنج؟ لا هذيك خليه للعيد، هو راه تيشي هي راه كتبيها شي خبيزات. حيت هانتوما حيت مع العيد ما كنسالوش نعجنو. اييه خصنا يكون عندنا الخبز واجد. شحال؟
طيبين مزيان. انا هادشي علاش ما كنبغيش ندير السكر او العسل في المسمن او الخمر، باش نخليهم يطوبوا على خاطرهم ويتلونوا او داك التحميره ديالهم تجي تدريجيا. اما الا كان السكر او العسل دغيا كيعطوا داك اللون كيتحمروا ومازال ما طابوش. بعد راه طابوا في بالي كنتهم في الطياب، انا كنحاول نخليهم باش يطيبوا من الداخل مزيان. الخمرات ديالنا خصهم يتحمروا بخادين ما يتحرقوش لينا. هانتوما الخمرات كي كيجيو مرقين، كيجيو رائعين. ضروري تحضروهم، حضروهم من العيد، الفطور ديال العيد او الكوتي او الايام العاديه. خمرات شو كي دايرين بحال الرزيزه. يلا اللي كيشاهدنا اول مره يشترك في القناه، ينقر على الجرس ويوصلني جديد، حطوا اعجاب، حطوا تعليقات ديالكم او التساؤلات ديالكم، وزورونا على الانستغرام شيف اميري الشيف لبنى اميري. يلا بالصحه والراحه.